15 سنة وصل لنهايته. خلص مشوار كان مليان بحركة شباب ما بتوقف، مليان ساعات وتعب وشوق للمستقبل عم نحضر له خطوة وخطوة. اجتمعنا اليوم لنودع ماضي مليان شوق وحنين، يمكن مبسوطين لأن خلصت المدرسة، بس الأكيد إنه من قلب كل واحد فينا دمعة اشتياق لأيام الشيطنة، أيام الفرح اللي ما رح تنعاد. عاللوح كتبنا وخرطشنا، على هالمقاعد كبرنا وتعرفنا على أصحابنا اللي صاروا عائلتنا التانية تنشارك معهم أجمل مرحلة من حياتنا. مين منا رح ينسى الأساتذة يلي تعبوا وسهروا ورفقونا على هالدرب الطويل؟ أنا بتمنى لكم كل النجاح، بس لازم تاخدوا خبرة صغيرة إنه الحياة صعبة وما بفيكوا تنجحوا فيها إلا ما يكون معكم شهادات عالية، بدكم تحطوا حالكم إنه دايما في منافسة بينكم وبين غيركم. الشهادة العالية والثقافة والمستوى اللي بتقدموه هو اللي بخليكم تتقدموا وتتطوروا وتبقوا على حالكم. ميرسي. السنة راح أحضر. كرمالكم كنتوا مهضومين، سو كيوت، شغالين بس نجي من تحت، بس انه شوي نعتمد على التفكير اكثر من تدرسوا ومهضومين ورايقين، ان شاء الله نشوفكم السنه الجايه بالجامعات وهيدا كل شيء. حكينا كثير وضحكنا كثير وزعلنا كثير ايام، بس الحكي بهاللحظات بيكون اغلى وبيكون اجمل لانه بيحمل كل الذكريات الحلوه، ومعكم ما في الا ذكريات حلوه. ان شاء الله وين ما بتروحوا وين ما بتكونوا بتتذكروا انه انتم اللي حاملين البسمه بهذا المجتمع، وما في حدا غيركم رح يقدم اجمل لبنان وأجمل صورة عن لبنان. ما حدا رح يجي يقدم هذه الصورة غيركم. حطوها ببالكم، انتو أجمل صورة عن لبنان ونحن بنحبكم قدام. بتعرفوا إنه الإنسان أول شيء بيعمله بحياته ما ممكن ينسيه أبداً. فكان هاي السنة أول سنة بعلم صف ترمينال، وما بعرف إذا أنا كان حظي حلو أو أنتو كان حظكم حلو. أنا بعتبر إنه كانت سنة كتر خير الله كتير منيحة، كتير انبسطت إنه علمتكم أنتو بالذات. بتمنى لكل واحد منكم يوصل لأحلى شيء ممكن أو حابب يوصل له، مش ضروري يكون مهندس أو دكتور أو يعني، مهم ينجح بالمجتمع، وبفتكر إنه بتنجح من الله رميت. بتمنى أول شيء بدي أقول لكم إنه أنا كتير انبسطت علمتكم السنة، وعن جد ريلي كتير انبسطت فيكم السنة، انبسطت بهذا الصف، إنه فيها الانتوزياسم وبذات الوقت في هالروح الحلوة،
وهالشاطين اللي وراي مهضومين. فبتمنى لكم كل شيء خير، بتمنى لكم ان شاء الله بالنجاح كلكم، وبتمنى لكم تكفوا هيك بهالبوزيتيفيتي. ميرسي. Je vous souhaite tout simplement le meilleur dans votre vie future. Je suis convaincue que vous allez surmonter tous les obstacles confrontés et je n'oublierai jamais une telle promotion aussi dynamique, créative, intelligente et reconnaissante. Merci d'avoir marqué ma vie, je vous aime énormément. أهلنا اللي نقوا هالمطرح لنكبر فيه ما كانوا غلطانين باختيارهم، ولأنه من هون اكتسبنا كل يلي نحنا وصلنا له لهاللحظة. مدرستي يلي فيك ركضت، فيك تشيطنت، فيك تعبت وسهرت ونجحت، خبارك رح تضل على لساني من هلأ وبعدين. معقول هالقد الوقت بيمرق بسرعة؟ مرقت الأيام يوم ورا التاني وصلنا لمفرق الطريق، ومنه نكمل مشوار الجهد والتعب والنجاح. مرقت الأيام ومعها أجمل صور وذكريات استعدناها، ولأنه كل شيء له نهاية إجا وقت نودع بطفولتنا البريئة، نودع الحيطان والملعب والأرض اللي فيها لعبنا وتسلينا. مرحلة قطعت علينا لتجي مرحلة جديدة، يلي راح أكيد حلو، بس يلي ناطرنا أجمل وأحلى أكيد. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. Feeling so cold, I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah, hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, oh, it's been a long day without you, my friend.